صباح الخير واهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. بنتابع معاكم فقرتنا اليوميه حول اهم الاخبار والاحداث اللي تصدرت اهتمامات المواطنين خلال الساعات القليله اللي فاتت، وبقت يعني ترند كل الناس بتتكلم عنه على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نبدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو دائما بيحرص سواء في لقاءاته او في جولاته التفقديه على جبر خواطر المواطنين البسطاء، طبعا ما يعكس انسانيه الرئيس. وبعد يعني الموقف، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفاليه قادرون باختلاف لتمكين ذوي الهمم، تصدر هاشتاج السيسي جابر الخواطر ترندات تويتر في مصر احتفاء وافتخارا يعني من المصريين بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتمامه ورعايته لجميع فئات المجتمع دون تفرقه. واحتفل المغردون على منصات السوشيال ميديا بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفوه بجابر الخواطر. وقالت شيرين هلال، واحنا بنستعرض معاكم الناس قالت ايه على هذا الهاشتاج. قالت شيرين هلال في تدوينه عن الاحتفاليه، قالت: ضعفاء الامه بهم تنصرون وبهم ترزقون، انا قلبي انجبر على جبره خاطر الناس دي مره، وانجبر من جمال التنظيم وحلاوه العرض مرتين، انا شفت دوله العدل والسعاده في المستقبل القريب. دي كانت تويتة. خلينا نروح لتويتة أخرى، نشرت يعني تويتة أخرى فيديو من إحدى لقطات تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأطفال المشاركين بالحفل، وقت يعني ما كان بيضحك معاهم، وقالت في تعليقها عليه: أحلى فيديو شفته والله، كله بهجة وسعادة. كمان قال أحمد أبو العينين في تعليقه على نفس الفيديو، قال عن جمال وحلاوة ونقاء هذا المشهد: يعني يتحكي حكايات، حب عفوي متبادل لا يحتمل الرياء أو التمثيل، ربنا يجبر بخاطرك يا رئيسنا ويديلك على قد إخلاصك. طبعا دي كانت التعليقات اللي جت على الهاشتاج، هاشتاج سيسي جابر الخواطر، وبالتأكيد هو مشهد يعني هيفضل ترند لأيام وأيام جاية. خلينا نروح لترند آخر، هو